السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده عايزين معانا لف الجلاش وعايزين نعمل بيتزا الجلاش. طيب انا معايا القالب بتاع الكب كيك ده، وهعمل ايه بقى؟ انا دلوقتي هحط معلقتين سمنه وهاجي احط عليهم زيت، وطبعا انتوا عارفين معانا لفه الجلاش بتاعتنا، ومجهزه اللانشون والجبنه الموتزاريلا والشيدر، وطبعا فلفل الوان اهو. هاجي بقى هحط على السمنه بتاعتنا كده معلقه بيكنج باودر، عشان طبعا تخلي الايه الجلاش بينه في هنا كده في الفتحات تبقى سهله اهو، لان انا هدهن بالسمنه دي الـ الورق بتاع الكب كيك اهو. بصوا، عشان طبعا الايه اطلع البيتزاية من الجزء ده وتبقى بطريقة سهلة وبسيطة اهو. فببدأ ان انا ايه اعوص كده كل المكعبات بتاعة الكب كيك اهي بتاعتنا عشان طبعا انتوا عارفين الجلاش بيحب السمنة، الحلويات عموما كده بتحب السمنة جدا اهو. ببدأ بقى ان انا ايه دهنت كل الجلاش بتاعنا. هاجي بقى على الايه اللفه بتاعتنا كده وافتحها. فتحتها نصت. بصوا كارما قاعده عماله منتظره هنعمل ايه. هي عايزه بيتزا، وانا قلت لها حاضر هعمل لك البيتزا اللي انت عايزاه. طبعا لفه الجلاش اهي زي ما انتم شايفين. هبدا بقى ان انا احدد الايه المساحه اللي انا عايزاها عشان اعمل بيها البيتزا اهو. بصوا كده شايفين شكلها اهو. بسم الله اهي، وهنزل بيها كده عشان اخليها شكل الايه البيتزاية اهو. احاول برضو ان انا اصغر اللي بعديها شوية عشان انا عايزاها تبقى على قد مكعبات الكب كيك اهي. بصوا بنقطعها، احنا بنعمل برضو الجلاش الحلو كده لما بتكون اللفات يعني مركونة في الفريزر. تمام كده، هوريكم كام واحده كده وانا هكمل اهو. شايفين بحاول ان انا افتح معاها كده شويه اهو، وهاجي برضو هدي دهنه كده على الوش بسيطه اهو، عشان طبعا السمنه دي تتخلل الايه. طبعا بقى هنا معانا الفلفل. بصوا بقى جايبه فلفل الوان اهو، هبدا اقطع الفلفل بتاعنا كده. تمام كده اهو كفايه. وهحط برضو على الجلاش بتاعنا كام واحده كده. كارما بتقول لي انا بحب الفلفل قوي يا تيتا، الاحمر والاصفر. فهبدا احط كده زي ما انتم شايفين كده اللي انت عايزاه يكون. تمام كده، وهنزل برضو على الوش بتاعنا بالايه بالجبن اهو. واللانشون كمان معاهم. احنا عايزين شكل البيتزايه وياخدوها في الورقه كده وتبقى بيتزايه شكلها شيك وفي نفس الوقت بيتزايه، ومن لفة جلاش ولا عجين ولا اي حاجة. تمام كده، والكاتشب بتاعنا بقى هننزل بيه اهو. الازازة مش عارفة بتعمل ليه كده اهو. حبيت بس ان انا اوريكم ايه كام واحدة، وانا هكمل بقى هنحط المايونيز وانا هكمل. بس انا حابه ان انا اوريكم الفكره. بصوا الفكره، شايفين ايه رايكم في بيتزا الجلاش؟ ولا عجنة ولا اي حاجه. هكمل بقى التقطيع بقى. بصوا هحاول ان انا كل مره يعني بقللها عشان السمك الزياده ده هو اللي انا هدي فيه الطبقه اللي على الوش اللي هي هنحط فيها اهو. بصوا يعني انا لما قللت هنا هيبقى فيه مساحه
ان انا احط، بصوا اهو اهي، طبعا المساحة دي فرقت معايا اهو، وهحط بقى الحاجات اللي احنا عايزين نحطها على الوش كده، فهتبقى حلوة جدا. يعني بصوا السمك ده معقول اهو، هنعمل كده. ما هي صغيرة يا كرمة، بس هنقدر نديها حشوات زي ما احنا عايزين، وهتعمل معانا كتير. كرمة طبعا المتحدثة الصغيرة اللي هتكمل معاكم في القناة لما انا اموت، صح يا كوكو؟ شايفين تقولي بعد الشر عليك. انت بتحبيني يا كوكو؟ وانا كمان بحبك. فاضل لنا 5 اهو، 1 2 3 4 5. بصوا عملناها على قد الايه، الكب كيك، يبقى اللفة عملت معانا كل مكعبات الكب كيك. حاضر، بصوا لما ننزل بقى كده، وتحاولي برضو ان انت ترصيها علشان تبقى مستوية. خلاص يا كرمة انا حطها، بصوا اهو لفينا، حطينا عدي بقى الكب كيك عندك كام واحدة واظبطي على قدها اهو. بصوا كده اللفة خلاص اهي خلصت، ونبدأ بقى ننزل عليها. ممكن احط الكاتشب تحت، ممكن نحطه فوق زي ما انت عايزة، يعني انت عايزة فوق. بس هندي بقى ايه، عشان انا عملت البودر على السمنة، سمنة على زيت اهو، عشان تبقى مروق مورقة مروقة على نفسها اهي. بصوا طبعا الحاجات دي بتبقى الطعم فيها والنفس بيبقى بيخليها حلوة جدا، واهم حاجة تعمليها بحب. نبدأ بقى نحط الفلفل بتاعنا في القوالب دي اهو، ننزل بالفلفل اهو. على فكرة انا جايبة جلاش كتير عشان اوريكم ان احنا نقدر في الصيف ده اللي احنا مش قادرين نطبخ فيه ولا اي حاجة من الحر، نقدر نعمل كذا فكرة من الجلاش. شايفين؟ شايفين الافكار اهو. بصوا طبعا الورقة كده، بصوا فيها مساحة ان انا اديها واحط اهو، احط بقى اللانشون والجبنة الموتزاريلا اهو. كرمة بتساعد اهو، بصوا بقى الجبنة الموتزاريلا اهي، بنغطي بيها. واهم حاجة بقى عايزة اروح اعملها دلوقتي ان انا اكون ايدي الفرن، هروح ايدي الفرن وارجع لكم. وهنا بقى زي ما انتم شايفين كده بقى بننزل بالايه، المايونيز بتاعنا اهو، وقع بره يا كرمة. بصوا اهو في كل بقى الحتت، في حاجات اللي ما خدتش جبنه يا كرمة، شوفيها اهو. احنا عايزينها بقى تبقى شكل التورتايه. بصوا كرمة واقفه مركزه، يعني دي نقطه صغيره ودي نقطه كبيره. فين دي ما خدتش اصلا جبنه، انت كده ما حطيتيش في دي، ما تحطلهاش اصلا. بصوا بقى كل الحاجات كده، نبص عليها كده ونتاكد ان كلها فيها المايونيز والجبنه وكل حاجه اهو. بصوا انا مش عايزه بواقي اهو، كل الجبنه اللي معانا حطيناها اهو. وننزل بقى بالكاتشب على اللي ما خدش اهو. بصوا تحسوا ان هي شكل التورتايه اهو. وندخلها بقى الفرن، ونعمل فكره تانية بقى من الجلاش، بس هخليها مره تانية بقى عشان انتوا ايه تبقوا عايزين الفكره دي اهو. ايه رايكم؟ شايفين؟ وندخلها بقى الفرن وهي شكل التورتايه كده اهو. ايه ده، دي لسه ما جاتلهاش كاتشب اهو. نزل كتير اهو. ايه رايكم بقى
في بيتزا الجلاش الجميلة دي، هدخلها الفرن وارجع له. وهنا بقى كده بعد ما البيتزا خرجت من الفرن، مش قادرة اقول لكم على الجمال، بصوا يعني مش عارفة امسك ايه ولا ايه، هي كلها ما شاء الله جميلة ومستوية من تحت. بصوا متحمرة كمان اهو، القعر متحمر اهو، وطبعا الكاتشب والمايونيز والمستردة والحاجات دي اديتها. بصوا اهي متحمرة طبعا من تحت زي ما انتم شايفين، اهي كده البيتزا استوت. اتمنى تجربوها بلف الجلاش، مش مكملة ال 12 جنيه وفي نفس الوقت قدرتي تعملي ما شاء الله الكمية دي من الايه الكب كيك البيتزا. اتمنى الفكرة تعجبكم وتجربوها، واشوفكم بخير في الفيديو القادم. الى اللقاء، باي باي، سلام عليكم.